هل الأقدار بتكون جيدة مع مواليد العقرب بالأسبوع الأول من شهر أيار من مايو 2024؟ لا عزيزي، رح تعاكسك الأقدار باليومين الأولين من هالشهر والأسبوع، يعني الأربعاء 1 والخميس 2، تضطر لقبول بعض الشروط والتناغم مع بعض المستجدات، تضطر تقول أوكي من بعد ما كنت يمكن رافض لأمر ما. بس أنت بعدين تطلق مشروع ابتداء من الجمعة 3، بتتغير الأجواء، وهالمشروع حضرت له لفترة طويلة، لازم تثابر ولازم تواجه إذا صار في أي عثرة قدامك أو حواجز، وإذا عاكستك الظروف. اتكل على مواهبك عزيزي مولود العقرب، وعلى كفاءتك بمفاوضات رح تخوضها ابتداء من الأحد 5. يعني ممكن يكون كتير الأحد، هيدا الأحد 5 والتنين 6 منطلق لجديد بحياتك، بس خليك على حذر وانتبه من مجازفة أو مخاطرة بآخر الأسبوع، يعني ابتداء من الثلاثة 7. إذن بأول الأسبوع رح يكون الأجواء جيدة، بس بآخره ولما بده يطل القمر على برج الثور ويعاكسك بدك تنتبه، يمكن تشعر فيه ابتداء من الثلاثة 7.